معنا على تليفون سيادة السفير حسام القويج المتحدث باسم مجلس الوزراء. برحب بحضرتك معنا يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. سيادة السفير، غير مستشفى دار السلام، عايز اعرف من حضرتك ايه اللي يعني تفاصيل الزيارة بالنسبة لرئيس الوزراء لجنوب سيناء وطبيعة المشروعات اللي هيتم افتتاحها هناك. يعني بعد الانتهاء من افتتاح مستشفى دار السلام ومع أعقبه من لقاء آخر خاص بالاطلاع على مشكلات الخاصة بالمرور، وهناك دراسة عرضت على سيادة رئيس الوزراء للتغلب على المشكلات في هذا القطاع، يعني انتقل سيادة رئيس الوزراء وتسعة من السادة الوزراء إلى محافظة جنوب سيناء. نحن الآن في شرم الشيخ، ويعقد سيادة اجتماع مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء للتحدث معهم ومناقشة العقبات التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات الخدمية أو السكانية في محافظة جنوب سيناء. وغدا إن شاء الله هناك جولة تستمر طوال اليوم، يفتتح سيادة عدد من المشروعات الخاصة بالإسكان وتوسعات في محطات للمياه وأيضا في ميناء شرم الشيخ البحري، بالإضافة إلى زيارة عدد من هم يعني ليه تسع وزراء موجودين والوزراء التسعة اللي موجودين، يعني كل وزير بملفه بشغله، يعني في حاجة متصلة بيه من مشروعات أو شغل هيحصل في شرم الشيخ أو في جنوب سيناء عموما وإحنا بنتكلم؟ بالضبط، هو ده توجيه السيد رئيس الوزراء، انه سوف يتم يعني غدا سيقوم كل من السادة الوزراء بالتوجه الى عدد من المشروعات في القطاع الذي ياتي تحت اختصاصه. تمام. يتم الوقوف على المشكلات، افتتاح بعض الموضوعات والمشروعات، على ان يتم في نهايه اليوم لقاء موسع سيعرض فيه السادة الوزراء كل في مجاله ما تم الاطلاع عليه، العقبات اللي واجهت بعض المشروعات، ما تم اتخاذه السيد الوزير المختص من إجراءات فورية لحل مشكلات، وإذا ما كان هناك أيضا يعني ما يحتاج ويستلزم تدخل من السيد رئيس الوزراء سيتم هذا التدخل الفوري. وهذه فلسفة السيد رئيس الوزراء، الزيارات الميدانية للوقوف على حقيقة المشروعات وإعطاء تعليمات مباشرة للتغلب على أي عقبات تحول دون افتتاح والانتهاء من عدد من المشروعات التي قد يطول الأمد في تنفيذها، على سبيل ما تم في مستشفى دار السلام الذي يعني توقف افتتاحه لمدة 15 عام. هي الزيارة دي هتنتهي امتى يا فندم؟ يعني العودة ان شاء الله على بكرة؟ غدا مساء ان شاء الله. طيب، يعني برضو الرسالة، يعني خلينا نتكلم على دلالة الزيارة في هذا التوقيت، رئيس الوزراء وتسعة من الوزراء موجودين في جنوب سيناء مع طبعا تحدي أمني، فيعني نطمن على طبيعة التأمين، وفي نفس الوقت إيه الرسالة اللي حضراتكم عايزين يعني توجهوها؟ يعني بما يخص التحدي الأمني، الرسالة إن شرم الشيخ آمنة، دعوة إلى جميع السائحين في العالم بالقدوم إلى شرم الشيخ، المرافق السياحية متوفرة والموقف الأمني مطمئن، وهو الأمر الذي حدا بعديد من الدول إلى رفع أي تحذير للسفر إلى منطقة شرم الشيخ مثل إيطاليا وفرنسا مؤخرا، فشرم الشيخ آمنة. وأيضا يعني هناك ليس فقط الجانب السياحي ولكن الجانب الخدمي الذي يخص المواطنين المصريين المقيمين في تلك المحافظة المهمة، محافظة جنوب سيناء. شكرا سيادة السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء.